فقدت الكويت اليوم أحد رجالاتها المخلصين الذين قدموا الكثير لهذا البلد، فكانت حياته حافلة بالعطاء والتميز. هامة رحلت من رجالات الكويت وزير الصحة الأسبق الدكتور عبد الرحمن العوضي، والذي يعد أحد أهم رموز الكويت، حيث أحدث نقلة نوعية في المجال الطبي. مساهمات الدكتور الراحل العديدة والمتنوعة كانت لها الأثر البالغ، حيث ساهم في مسيرة النهضة في الخدمات الطبية وتطوير وزارة الصحة. ولد الراحل في 18 من ديسمبر لعام 1936، ونال أعلى الدرجات العلمية المتميزة، وتقلد العوضي من المناصب الرفيعة الكثيرة، وتولى عدة وزارات أطولها مدة وزارة الصحة، كما حصل على عضوية مجلس الأمة، وله العديد من المؤلفات البيئية والصحية. شغل الراحل منصب الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية في الكويت، كما شغل منصب وزير الصحة والتخطيط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، كما كان عضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية. كما اهتم العوضي بدراسة الآثار البيئية على صحة الإنسان، حيث عمل على إنشاء برنامج خاص وإنشاء محطات مراقبة التلوث لفحص الهواء ومعرفة الآثار البيئية على الصحة، وساهم في إنشاء قسم للبيئة في وزارة الصحة، وحاز العوضي على الكثير من الجوائز. مسيرة عبد الرحمن العوضي الحافلة والمميزة ستبقى نقطة مضيئة في تاريخ الكويت، فرحم الله الدكتور المخلص وأسكنه فسيح جناته.